عزيزتي الامهات، اعزائي الاباء، السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله بغيت نعرف شنو عند ولدي. اليوم غنتكلموا على موضوع السعال او الكحه عند الاطفال، خاصه اننا فصل الشتاء، الوليدات كلهم كيكحوا من وليداتي وجبد. فاليوم ان شاء الله غنتكلموا على الكحه، مفهوم ديالها شنو هو، شنو هما الاسباب ديالها، كيفاش نقدر نعالج الطفل ديالي بوسائل طبيعيه في البيت بدون استشاره الطبيب، وفوقاش نجمع راسي وندي ولدي للطبيب لان الامر كيتطلب جديه اكبر. طيب، ملي كنقول بان ولدي مريض بالكحه فهذا تعبير خاطئ، لان الكحه ماشي مرض، هو عرض من الاعراض اللي كينبهنا بان الطفل عنده شي مشكل في القصبه الهوائيه ديالو، في المجاري الهوائيه التنفسيه ديالو بصفه عامه، واللي خصنا نتدخلوا باش نشخصوا هذا المشكل ونعالجوه. اذا بالاحرى خصنا نقولوا بان الطفل ديالي مريض بشي مرض او لا عنده شي مشكل اللي سبب له في الكحه. طيب، المفهوم ديال الكحه شنو هو؟ في الهواء غالبا كاين جزيئات مضره، هذه الجزيئات هذه كتدخل لنا القصبه الهوائيه ديالنا والفروع ديالها وكتقوم بالتهيج ديالها. الوغ ملي كتهيجها كرد فعل القصبه الهوائيه كتقوم بتشنجات وتقلصات باش تنفض او لا تطرد هذيك الاجسام او داك الجزيئات الضاره خارج الجسم. داكوغ، وهنا الكحه كتكون ناشفه، يعني فقط القصبه الهوائيه ديالها والفروع، القصبه الهوائيه والفروع ديالها مهيجين. فمن بعد ملي كيبقى داك الاجسام الضاره داخل المجاري التنفسيه ممكن انها تكاثر، ممكن انها تسبب تهيج اكثر، فالمجاري الهوائيه كتلتهب وكتقوم بافراز واحد الافرازات اللزجه او المخاط كيف ما كنقولوا له باللغه العربيه. وهذا المخاط او الافرازات اللزجه شنو كدير؟ كتحبس داك الاجسام او داك المواد ولا الجزيئات الغريبه، كتحبسها وكتشللها وما كتخليهاش دير مشاكل اخرى في المجاري التنفسيه. فالقصبه الهوائيه هنا ايضا كتقوم بداك التقلصات عاوتاني وبداك التشنجات باش تطرد هذيك المخاط الملوث بداك الجزيئات الضاره وكتخرجها، وهنايا الكحه كتكون عامره او اللم اللي كنقولوا له فيها تنخيمه. داكوغ، الوغ الا بغينا نعرفوا دابا حاليا الكحه غنقولوا بانها عمليه تنظيف. داكوغ، عمليه تنظيف وسيله للدفاع ديال الجسم ضد هذيك لي زاغريسيون ولا داك الاعتداءات الخارجيه اللي كتجي وكتدخل لنا المجاري التنفسيه ديالنا. دابا غنتعرفوا على هاد الاعتداءات الخارجيه او بمعنى اصح على الاسباب ديال الكحه. الوغ، من حيث لاحظت ان الاسباب الشائعه ديال الكحه هي اسباب بسيطه ما كتشكلناش خطوره كبيره، واول هاد الاسباب الشائعه هي الفيروسات. فنقدر نقول لكم بان هناك الالاف او الملايين ديال الفيروسات اللي كتسبب لنا الكحه، وهاد الفيروسات ممكن ان الطفل يتعدى بها عن طريق استنشاق هواء ملوث داك الجزيئات الصغيره ديال البزاق ديال واحد الشخص اخر اللي مريض. نشرح لكم اكثر. فاذا كان شي شخص مريض وعطس قدام طفل او لكح او لا باسو او لا لعب معاه واليدين ديالو ملوثة بداك الفيروس، فالطفل كيشد هذاك الفيروس وكتبان فيه الاعراض ديال المرض بداك الفيروس، اللي من بينها الكحه، ممكن تصاحبها ارتفاع بسيط في درجه الحراره، سيلان واحتقان الانف، ممكن تكون هناك الام في الحلق او لا بحه في الصوت. فهاد الاعراض هادو كيشيروا بان الطفل شد لنا هادوك الفيروس. ولحسن الحظ ان هاد الفيروسات ما كتوغلناش داخل اللحمه ديال الرئه وكتشكل لنا خطوره كبيره، فهي كتكتفي فقط بالتهاب القصبه الهوائيه والفروع ديالها سواء الفروع الكبرى او الصغرى. وهنا كنقول غالبا الفيروسات هي بسيطه، فكاين انواع اللي نادره اللي كتكون قبيحه وخطيره. الوغ، النوع الثاني او السبب الثاني هي التهابات التعفنيه البكتيريه، وهنا كندخل في دائره الخطر، لان البكتيريات هي اكثر عدوانيه من الفيروسات
بالنسبة للطفل، خاصة الأطفال الصغار اللي قل من سنتين، وهنا الكحة كتكون مصاحبة بأعراض اللي غنقولوا كتدوي أكثر أو لا كتبان أكثر، اللي منها ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، يعني من 39 فوق 39.5 الفوق. ممكن أنه يصاحبها صعوبة في التنفس، وهذا كيخصو يدق ناقص الخطر عندنا. ممكن انه يصاحبها الم في الصدر او لا في البطن. واللي بغيت نشير له هو ان الطريقه ديال انتقال البكتيريا هي نفسها اللي انتقال او العدوى بالفيروسات. السبب الثالث هو مسببات الحساسية أو الحساسية في حد ذاتها وفي واحد درجة أكبر مرض الربو، سواء كان معروف أو ما معروفش، يعني الضيقة كنقولوها بالعامية. ألوغ هنا الحساسية عندها مسببات. ألوغ الطفل كيبدا يكح ابتداء من الوقت اللي كيكون معرض لهاد المسببات، يعني كيستنشق هاد المسببات الحساسية. وهاد المسببات شنو هي؟ هي كثيرة واللي غادي نشير ليها. اولا عندنا استنشاق الدخان، هاد الدخان ممكن انه يكون دخان السجائر، ممكن يكون عند الناس اللي عايشين في البادية، ممكن انه يكون دخان ديال العواد او لا النفخ، ولا عند الناس اللي في المدينة وكيستعملوا الشوميني. داكوغ، عندنا ايضا من مسببات الحساسية هي الغبرة، عندنا كذلك الغبرة ديال الشجر، كذلك إذا كان عندنا شجر أو جردة في الدار، كذلك عندنا الزغب ديال 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 القطط ديال الكلاب أو الريش ديال الطيور إذا كنا مربينهم، حتى هما كيديروا لنا الحساسية. عندنا الغمولية والرطوبة خاصة بالنسبة للعائلات اللي ساكنين قدام البحر أو اللي الدار ديالهم ما مشمشاش. كذلك الا كان الطفل كينعس او لا عنده الفراش ديالو مصوب بالصوف خاصة الخدية، فالصوف هو من المسببات الكثيرة ديال الحساسية. فهنا الله يعطيكم السر، خصنا نعرفوا شنو هو المسبب ديال الحساسية عند الطفل، لان هذا الشيء كيهيج لنا القصبة الهوائية، وكتكون الكحة متزامنه مع هاد مع هاد مع هاد المسبب الحساسيه، وما يمكن لها تحبس الا الى حذفنا هاد المسبب هذا. كذلك هناك سبب اخر هو الاستنشاق عن طريق الخطا لبعض المواد، غالبا كتكون مواد الماكله، بحال دابا الطفل كيكون بعدا اصلا كيكون ما به ما عليه، يعني في حاله صحيه جيده جدا ما عنده حتى شي مشكل، كيكون كياكل او كيلعب غالبا، واحد الساعه كيزرق كيتقطع فيه التنفس، ومن بعد كتبعو كحه مجهده بزاف ومتواليه. داكوغ، اذا هنا اول حاجه خصنا نشكو فيها هي ان الولد كما كنقولوا بالدارجه شرق، يعني مشالو في القصبة الهوائية وفي المجاري التنفسية ديالو شي جسم غريب اللي يقدر يكون ماكلة. غالبا كنلقاو المكسرات من نوع مثلا كاوكاو، اللوز، القرقاع، الزريعة كذلك، او قطع اللعب الصغيرة اللي تهيا كيكون كيلعب بها الطفل وكيستنشقها عن طريق الخطأ. فهنا هذا الامر هذا خطير وكيستدعي تدخل طبي بسرعه قبل ما يدير لنا مضاعفات اخرى. الوغ كاين اسباب كثيره للكحه، ولكن هذه هي اغلبها، وهنايا كنتناول في هذه الحلقه موضوع الكحه الحاده، يعني اللي كتجي ولا ما كتعدلناش 3 ديال السيمانات. اما فوق 3 السيمانات فهنا كندخلوا في موضوع الكحه المزمنه اللي عندها اسباب واسباب اخرى. وصلنا للسؤال الثالث اللي هو كيفاش نعاون الطفل ديالي بوصفات طبيعيه في الدار بدون اللجوء للطبيب، ونعاونوا ان الكحه تولي اقل حده. فاذا كان الطفل ديالك عنده من 6 شهور الفوق وكانت عنده الكحه فقط بدون اعراض اخرى، ممكن انني نحتوي المشكل في البيت بوصفات طبيعيه. هذه الوصفات اصلا استخدموها الاجداد ديالنا منذ الازل، فهي الى ما نفعت ما ضر. غير هو يجب الاشاره الى ان كل طفل كيفاش كيتفاعل مع هذه الوصفات هذه. ممكن الطفل اللي يبرى او لا تقل عنده الكحه من الدقه الاولى، ممكن ان طفل اخر يحتاج انه ياخذ هذه الوصفات
ايام متتاليه باش تكون عندها فعاليه. فاول حاجه كننصحك بها هي الرضاعه. فاذا كنتي كترضعي الطفل ديالك 4 او 5 المرات في النهار، خاصك ترضعيه 10 المرات في النهار. كذلك شرب الماء. فهذه المسائل البسيطه ممكن انها تتميه داك الافرازات اللي عندنا في القصبه الهوائيه ديال الطفل، وما تبقاش داك الافرازات لاصقه، مما كيسهل على الطفل انه يطرحها عبر الكحه. كذلك بالنسبه للاطفال اللي عندهم سنه الفوق، ممكن اننا نساعدوهم بمشروبات دافئه، وهنا كنسطر على دافئه لان السخونيه كتوسع القصبه الهوائيه ديالنا وكتسولاجي، يعني كتريح الطفل اكثر. فممكن انك ديري له عصير ليمون دافئ مع سكنجبير محكوك، سكنجبير طري محكوك، وكذلك العسل الحر. الوغ هاد ثلاثه المكونات ممتازين بالنسبه للكحه اللي كيهدئوها وكيريحوا الطفل. الوغ مع الفيديو غادي ننزل لكم وصفات جميله وجميله جدا، وكتريح الطفل وكتسولاجي هذيك الكحه. فغادي ننزل لكم هذه الوصفات اللي هي كيف ما قلت الى ما نفعت ما ضر. كذلك ممكن ندهن الصدر ديال الطفل ديالي بزيت الزيتون. الوغ زيت الزيتون ممتازه جدا بالنسبه للكحه. الوغ نقدر ناخذ زيت الزيتون ونخلط معها واحد المعلقه ديال الكمون. الكمون حتى هو من العناصر الجميله جدا بالنسبه للكحه، اللي حتى هي كتوسع القصبه الهوائيه وكتميه هذيك المخاط اولا الافرازات ديال القصبه الهوائيه. فغادي ناخذ هذا الخليط، وهذا الخليط يكون دافئ، غنديروا بحال اللي كانوا كيديروا لنا والدينا شحال هذه اولا جدودنا. غناخذوا واحد المنبع ديال الحراره، يا اما نفخ اولا بوطه اولا اي حاجه. غادي ندهنوا يدينا بداك الخليط ونسخنوا اليد ديالنا وندخلوها تحت الحوايج، ما نضطريش اننا نعريو الطفل، ندخلو فقط من تحت الحوايج وندهنو الصدر وندهنو الجوينبات وحتى الظهر ديال الطفل. الوغ هاد العمليه هادي نديروها لثلاث ليالي متواليه من الاحسن، ونغمو الطفل. فإلا كان الطفل كيتقمط نقمطوه، وإلا كان فقط طفل كبير ممكن اننا نغطوه بكل بساطه وما يتعرضش للبرد، لان السخونيه في هذه الحاله كتساعد جدا لتهدئه الكحه. كذلك هناك زيت النعناع، هناك زيت الزنجلان، فهما زوينين بزاف من اجل الكحه. هناك طريقة أخرى اللي هي استنشاق بخار ديال الماء، نغليو فيه إما النعناع ورق النعناع أولا ورق الزعتر. فهذاك الاستنشاق ديال داك البخار كيسرح النيف، ما كيبقاش داك الاحتقان، وكذلك كيوسع القصبة الهوائية. طيب بالنسبه للاطفال اللي كيعانيو من الحساسيه، فهنا اكبر مساعده ممكن انك تقدميها لهم سيدتي هو انك تعزليهم ولا تقطعي عليهم المسبب ديال ديال الحساسيه. واولها واللي كنبغي نسطر عليها، قبيله ذكرت المسببات الحساسيه كلهم، ولكن هنا نبغي نركز على المسبب اللي هو التدخين. فسيدتي او سيدي، الا كنتي انت مدخن او انت مدخنه، فهذاك اختيارك الشخصي، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الطفل ديالك ما اختارش انه يستنشق هذاك الرائحه ديال الدخان، وبالتالي تضرو ودير له الكحه ودير له مشاكل الضيقه، ممكن دير له مشاكل اكثر خطوره. فالله يجازيكم بخير. بغيتي وليداتك يكونوا مزيان، اولا تكمي على برا، ما تكميش في الدار او بالمقربه من الطفل. وحتى الا بغيتي تلعب مع الطفل او لا تهزو او لا، نمشي ندوش نحك سناني ونلبس حوايج جداد وعاد نجي نلعب مع الطفل ديالي. بهذه الطريقه كتحميوا الاطفال ديالكم. الله يجازيكم بخير، الاطفال ديالكم امانه في يديكم، اختياراتكم الشخصيه بوحدها، والاطفال ديالكم راه حتى هما كيعانيوا من اختياراتكم الشخصيه. فالله يجازيكم بخير، حافظوا على وليداتكم. هنا غنتعرفوا على الحالات اللي كتستوجب تدخل طبيب الاطفال على وجه السرعه، واللي خصني نتخلع ونهز ولدي ونديه فورا عند الطبيب. طيب في كل الاحوال، الا كان الطفل ديالك عنده قل من 6 شهور او على اكبر تقدير قل من 3 شهور الا كح، فهاد السن هذا ما كنلعبوش معاه، نهز ولدي ونديه فورا عند طبيب الاطفال، لان في هاد السن كيكونوا الاطفال حساسين جدا للتعفنات، واي تاخر ممكن انه يتطور بسرعه لمضاعفات. ثانيا، الا كان الطفل ديالك عنده اي سن والكحه كانت مصاحبه لارتفاع ملحوظ في درجه الحراره، يعني من 39 الفوق، وهذه الحراره ما كتهبطش واخا عطينا مضادات الحراره، او لا كتهبط كتهبط وكتعاود تطلع بشكل سريع في ظرف 3 او 4 سوايع.
كذلك الا كان الكحه مصاحبه لصعوبه في التنفس، فهنا كنلاحظ بان الطفل ديالي كيتنفس بطريقه سريعه وان التنفس ديالو سطحي. كذلك الا لاحظت بان الصدر ديالو كيطلع ويهبط بالتناوب مع البطن ديالو، ولا الا لاحظت بان العضلات ديال القفص الصدري ديالو كتحفر، فهنا دليل على ان الطفل متعطش للهواء وعنده يعني مخنوق بهذا المعنى هذه ومتعطش للهواء. كذلك الى الطفل ديالي شفتو زراق من الاطراف ديالو ومن الشفايف ديالو شفتو زراق، فنهزو على وجه السرعه عند الطبيب، فهذا دليل على ان عنده نسبه ضعيفه من الاكسجين في الدم. ايضا الى كان عند الطفل انين، فاي انين عند الطفل هو يساوي خطر، داكوغ، يعني كاين شي مشكل، ما كاينش شي طفل بصحه جيده كيان، داكوغ. كذلك الى سمعنا التصفر او الشخير في الصدر، الكحه اللي كتكون مصاحبه للتقيؤ الدائم، اولا ملي كيكح الطفل كيطرح الدم، الوغ هنا خصنا ندقوا ناقص الخطر ونديو الطفل ديالنا عند الطبيب بسرعه. كذلك الم الصدر، الم الصدر او البطن، فهنا كذلك خص ناخذوا الامر بجديه. الا كان الطفل عنده بطنه منتفخ او لا جاه اسهال حاد، كان مزيان جاه اسهال حاد، فهادو اعراض كنفكروا فيها حنا كاطباء اطفال، وكنفكروا في بعض البكتيريات الخطيره اللي كدير لنا هاد الاعراض هادو، واللي خصنا ندخلوا على وجه السرعه. الوغ الا استمرت الكحه كذلك فوق جوج الاسابيع، هنا خاصني نحط علامه استفهام، علاش الكحه مستمره هكا. كذلك الا شكيت بان الطفل ديالي استنشق عن طريق الخطا لشي حاجه، يعني الطفل ديالي كان مزيان ما به ما عليه، واحد الساعه زرق تقطع فيه التنفس وكيكح بطريقه مجهده، فهنا اول حاجه كنشك فيها هي انه استنشق شي حاجه اولا شرق بهذا المعنى العامي ودازت له شي حاجه في الصدر ديالو. هذه المساله هذه كتوقع بزاف عند الموالد الجدد، واللي كيكون السبب ديالها هو لو غوفلو او داك الترجع ديال المحتوى المعده للمريء، وهنا في عوض الحليب اللي يرجع للمريء كيرجع القصبه الهوائيه ديالو، والطفل كيتخنق كيزرق والام كتفزع. فهاد الامور كلها خاصها تدق ناقص الخطر عندنا، وخصنا نهزو على وجه السرعه الطفل عند الطبيب الاطفال اللي غادي يشخص الحاله ديالو، اللي غيقيم درجه الخطوره ديال المرض ديالو. وهنا الطبيب كيتدخل يا اما بوصفات، لان خصو يفحص الطفل وكيف ما قلت كيقيم درجة الخطورة ديال المرض ديالو، فإلا كانت الخطورة يعني ما كانش المرض خطير جدا، ممكن أنه يوصف له أدوية اللي يمكن له يشربها في الدار، ما كاين حتى شي مشكل. فمن بين هاد الأدوية ممكن أنه يوصف له مضادات الحرارة ومسكنات الألم، ممكن كذلك يوصف له محاليل ديال اولا محلول ماء البحر من اجل تنقيه وتقليل من احتقان ديال الانف. كذلك ممكن انه يوصف له مضادات الحيويه الا كان هناك تعفن بكتيري اللي مسؤول على هاد الكحه وبعض الاعراض ديالها. ممكن يكتب او لا يوصف مضادات الالتهاب من نوع الكورتيكويد، او لا البخاخ اللي كيوسع لنا القصبات الهوائيه والفروع ديالها. كذلك ممكن الطبيب يوصف حصص للترويض ديال الصدر عند الاطفال، خاصه الشريحه ديال الاطفال اللي عندهم قل من سنتين، وهاد الاطفال كتكون عندهم القصبه الهوائيه والمجاري الهوائيه بشكل عام ضيقه، والعضلات ديالهم كتكون ضعيفه، فالكحه ما كتكونش عندها فعاليه كثيره، يعني واخا كيكحوا ما كيخرجوش داك الافرازات، فهنا الترويض كيلعب دور مهم جدا باش كنساعدوا الطفل انه يخرج داك الافرازات الملوثه بالاجسام المضره والقبيحه. هناك ادويه موجوده في الصيدليات اللي ممكن الطبيب يوصفها، واللي مرتكزه اساسا في المكونات ديالها على الاعشاب في اطار لوميوباتي وبيا لا فيتوثيرابي، واللي تبتت الفعاليه ديالها في التخفيف من الكحه.
على عكس مضادات السعال من نوع الميكوليتيك وبيان لي زونتيتوسيف واللي ولات محظوره عند الاطفال خاصه الاطفال قل من 6 سنوات لانها تثبت الدراسات بانها كتزيد الطنبله عوض انها تساعد في العلاج. اما بالنسبه للحالات الخطيره فالطبيب ممكن يطلب راديوات الطفل باش يشخص اكثر وباش يقترب اكثر من طبيعه المرض ديالو. ممكن يطلب تحاليل وعلى حسب النتائج ديال هذه الفحوصات يقدر يضطر انه ينعس الطفل باش يا اما يدوز له الدواء عن طريق يعني في العرق او لا ادويه اللي كتحتاج الاكسجين ولا اللي كتستنشق عن طريق الاكسجين. كنتمنى نكون فدتكم في هذه الحلقه هذه. كنتمنى ايضا انكم ترسلوني الا كان شي تساؤل برزتكم سواء في الحلقه او لا في موضوع اخر من غير الحلقه. كنتمنى انكم ترسلوه لي. غير هو كنطلب منكم كنستسمح منكم الا تعطلت من عليكم في الاجابه لان عندي انا شويه ديال الخدمه وعندي وليدات. اذا كنطلب منكم ولكن غادي نجاوبكم سا سي سيغ. كنتمنى الاطفال ديالكم الصحه والعافيه على الدوام والى اللقاء.